هكذا يتعين على عبد الرحمن عبدو الذهاب من وقت لآخر إلى محل بيع المواد الغذائية لشراء متطلبات تحضير الحلويات التي يعمل في صناعتها وإنتاجها هنا في مديرية سيحوت بمحافظة المهرة. إلى حلوى المرمودة المحلية أخذنا عبد الرحمن، والتي تتطلب عملية تحضيرها وإنتاجها يومين كاملين. تبدأ عملية التحضير والتجهيز بقياس مقادير ونسب المكونات من السكر والماء وغيرها من المستلزمات. تحتاج صناعة هذه الحلوى المشهورة محليا لحسبة دقيقة أثناء التحضير وصولا إلى التنضيد على الموقد. في درجة حرارة عالية توضع المكونات، من ثم تحرك على هذا النحو لمدة تصل لساعة، تكون عند تمامها الحلوى بهذا الشكل. تنقل حلوى المرمودة من الموقد إلى صحون مخصصة للتجميد الطبيعي، والذي يستغرق يوما كاملا. الحلوى المرمودة تكون من سكر وبودرة نشا، تمام، يستغلها هو نصب لها السكر، وبعدين عندما تصير نصب لها النشا البودرة، وبعدين نضيف لها بقية السكر. وعندما عندما قرب حقها النقاح جاهزة يختلف اللون، ثم نغرفها نصبها إلى الصحون، يعني خلاص نحضرها للتقطيع اليوم الثاني، نعبيها إلى سطور العلب. يعني هذه الحلوى مشهورة في محافظة المهرة، يأخذوها للمناسبات والأعراس توزيع. أيوة هذه الحلوى يعني حلوى مشهورة محلية داخل سيخة. مساء اليوم التالي من التنضيد يبدأ الصانع بفتح الأغطية بعد جفاف الحلوى وتجمدها، من ثم تأتي مرحلة التقطيع إلى هذه الأحجام الصغيرة. في علب بلاستيكية توضع قطع الحلوى بعد رشها ببودرة بيضاء، لتكون بعدها جاهزة للعرض والبيع، كما يتزايد الطلب عليها بشكل كبير في المناسبات والحفلات الاجتماعية تحت مسميات مختلفة من منطقة إلى أخرى بالمحافظة.